بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة الرابعة اللي هي مهمة جدا، محاضرة الديرماتوفايتس. في هذه المحاضرة الديرماتوفايتس حنعرف ما معنى أو الديفينيشن للديرماتوفايتس، كيف بيحصل الباثوجينيسيس في الديرماتوفايت، اللاب دياجنوسيس للديرماتوفايت، ثم تريتمنت للديرماتوفايتس. أول نقطة ديفينيشن، ما هي الديرماتوفايتس؟ الديرماتوفايتس أول ما اكتشفوها طبعا سموها رينج وورم أو سموها تيميا. ليش؟ لأنه كان دودة الأرض تجي دودة الأرض بشكل دائري، فكان لما ينصاب الإنسان بالديرماتوفايتس يجي الليجنز دائري، فكانوا يعتقدوا الناس أن الإصابة هذه ناتجة عن دودة فسموها رينج وورم، شبها لدودة الأرض فسموها رينج وورم وخلاص، وثبت الاسم هذا رينج وورم أو تينيا. طيب ما هو تعريف الديرماتوفايتس؟ الديرماتوفايتس هي عبارة عن فنجل انفكشن بتنفيد الكرياتينايز تيشو اللي موجود في السكن، في الهير، في النيلز. إصابة أو الكيراتين الموجود في السكن أو في الهير أو في النيلز دي نسميها ديرماتوفايتس. طيب ما هي الكوزس بالنسبه للديرماتوفايتس؟ في 3 جينرا للديرماتوفيروس. الجينس الاول اسمه ترايكوفايتون، والجينس الثاني اسمه مايكوسبوريوم، والجينس الثالث اسمه ايبيدرموفايتون. تعال نشوف الترايكوفايتون. ما هو ترايكوفايتون؟ ترايكوفايتون هي اساسا اول ما بدات، ترايكو معناها هير وفايتون معناها ايت اور اتاك، فمعناها اني بتصيب الهير، لكن طبعا احنا في السكالب سكن يعني غير الهير سكن. فهي اذا الترايكوفايتون فيما بعد وجدوا انها كجينس بتصيب السكن والهير والنيلز، فبتصيب الثلاثه تماما، بتصيب زي ما قلنا عمليه الكيراتين الموجود في الثلاثه سواء كان في السكن او الهير او النيلز. طيب في 24 سبيشيز من الترايكوفايتون. الترايكوفايتون اللي هم شهيرين طبعا، ترايكوفايتون مانتاغروفايتس، ترايكوفايتون ربرم، ترايكوفايتون شولونياي، ترايكوفايتون فلوشيوم، دول هم المشهورين فيها. المايكوسبوريوم اللي هو الجينس الثاني اللي بيعمل ديرماتوفايتس بينفكت فقط السكن والهير، وسموه مايكوسبوريوم مايكرو يعني صغير وسبوريوم سبور، فمعناها ان في سمول سبور. هنا ما في اي نيل انفكشن، ما يصيبش الاظافر خالص المايكوسبوريوم. السبيشيز اللي فيه 16 سبيشيز، المشهورين طبعا المايكوسبوريوم كانس، المايكوسبوريوم اودوني، المايكوسبوريوم جيبسيوم. الابيديرموفايتون من اسمه ابيديرموفايتون، ابيديرمو معناها سكن، والفايتون زي ما قلنا ايت اور اتاك، فهي بتصيب السكن والنيل، وبالتالي اشهر واحد هم اثنين لكن الشهير على طول اللي هو الابيديرموفايتون في اللوكوسم. ما في هنا في ما فيش اي ابيديرموفايتون سبيشيز بتعمل هير انفكشن. طيب الباثوجينيسيس، كيف يحصل باثوجينيسيس مع طبعا نبدا بالمود اوف ترانسميشن بالنسبه للديرماتوفايتس. اول امر او اول مود اوف ترانسميشن نسميه الانثروبوفيليك، من هيومن تو هيومن، يعني واحد استخدم المنشفه من شخص مصاب الى شخص حتنتقل الاصابه، فهذه بنسميها انثروبوفيليك. الثانيه اللي هي جيوفيليك معناها انه السويلز موجوده الديرماتوفايتس في السويل، فمن السويل الى الهيومن. المود اوف ترانسميشن الثالث اللي هو زوفيليك، يعني معناها انه في حيوان اكرمكم الله مصاب، فالانسان احتك بهذا الحيوان فانتقلت الاصابه من الحيوان الى الانسان. طيب كيف بتحصل الباثوجينيسيس؟ تحصل الباثوجينيسيس هذه الان ديرماتوفايتس بتعمل بتصيب الاستراتم كورنيوم. لما تصيب الاستراتم كورنيوم بتريليز الكرياتينايز انزيمز، بيعمل ديزولف للكيراتين. لما يعمل ديزولف للكيراتين يحصل الانفلاميشن. طيب الان عاوزين نشوف التايبز اوف تينيا اللي بيعملها، مش قلنا انه الديرماتوفايتس بتعمل رينج وورم اور تينيا؟ عاوزين نشوف ما هي التينيا اللي بتعملها الديرماتوفايتس. اول تينيا هنبدا من فوق لتحت اللي هي تينيا كابيتيز، والتينيا كابيتيز بتعملها الترايكوفايتون اور مايكوسبوريوم، ما فيش ايبيديرموفايتون، ايبيديرموفايتون ما يعملش تينيا كابيتيز. هذه التينيا الاولى. التينيا الثانية التينيا باربي، التينيا باربي اللي بتصيب اللي هي البيرد أو الماستاش،
دي كمان بتكوزد باي ترايكوفايتون مايكوسبوريوم ابيديرموفايتون. التينيا الثالثة اللي هي تينيا كوربوريس او تينيا سيرسيناتا، دي بتصيب اللي هي السيرفيس سكين، سواء كان في الابدومينال في الابدومينال في النك، ودي كوزد باي 3 ترايكوفايتون مايكوسبوريوم ابيديرموفايتون. التينيا الرابعة اللي هي التينيا كروريس، ودي بتصيب الجروين بتوين الجروين، دي كمان كوزد باي 3 ترايكوفايتون مايكوسبوريوم ابيديرموفايتون. التينيا الرابعة او الخامسة التينيا مانم، والتينيا مانم دي كوزد باي ترايكوفايتون كمان المايكوسبوريوم والابيديرموفايتون. التينيا السادسة اللي هي التينيا انجم، ودي بتصيب النيل سواء في الهاند او في القدم، ودي بتكوزد باي الترايكوفايتون والابيديرموفايتون. ما فيش مايكوسبوريوم بيعمل تينيا انجم او بيصيب النيل. اخر واحدة في التينيا اللي هي تينيا بيديز، تينيا بيديس، التينيا بيديس او الاثلت فوت، بتصيب اللي هي بتوين التويز الخاصة الاصبع الرابع والخامس، ودي اشهر تينيا اللي هي تينيا بيديس، وكوزد باي ترايكوفايتون مايكوسبوريوم ابيديرموفايتون. تعالوا الان نشوف لاب دياجنوسيس كيف نعمله. السبيسمن، اول امر نعمل سكين سكرابينج، نروح نجيب سلايد ستيرايل، نجيب البلايد اللي هي الشفره ستيرايل، ونعمل كشط على السلايد، نعمل من السكين سكرابينج على السلايد. دي العينه الاولى. العينه الثانيه كمان ممكن نفس العينه، بس هنا ما نجيبش البلايد، ما نجيبش الشفره، نجيب تو ستيرايل سلايد، ونحط السلايد ونجيب السلايد الثانيه ونعمل كشط على السكين. العينه الثالثه النيل نفس الوضع، نروح نعمل كشط للنيل وعلى ستيرايل سلايد. العينه الثالثه ناخذ من الهير، يا ناخذ من السكالب ونعمل اللي هو بالسلايد، ولابد ان تكون ستيرايلز، او نعمل فورسب ناخذ شعره ومن من الانفكتد هير، ولكن لابد تكون الفورسب تكون ستيرايل. بعد كده حنشوف دايركت ديتكشن عبر المايكروسكوبك اكزامينيشن، وهذه نقطة مهمة وهي أساس التشخيص أساسا. إن إحنا هاي الشريحة موجودة الآن، الشريحة دي عليها العينة، نروح نجيب الكو اتش من 10 إلى 20% اللي هو البوتاسيوم الهيدروكسي، بوتاسيوم هيدروكسايد من 10 إلى 20%، نخليه مدة 10 إلى 20 دقيقة، ونعمل هيت جنتلي فقط، هيت برفق، ما نخليش يغلي خالص. هنا ايش الفائدة؟ الفائدة لانه احنا قلنا الدرماتوفايت بتصيب الكيراتين، فبالتالي هنا عاوزين نذوب الكيراتين، نعمله ديزولف، لانه لو ما عملناش ديزولف مش حيظهر الدرماتوفايت خالص، ومش حنشوف الفنجس خالص، فلا بد ان يذوب عملية الكيراتين، فنعمل ديزولف. وهذه على فكرة ما هيش صبغة خالص، كل الهدف من الكو اتش عشان فقط نعمل ديزولف للكيراتين. بعد كده نشوف فتحة الميكروسكوب ونشوف قضية الهايفي. هنا نقطة مهمة جدا دائما نقولها، الهايفي is the growing phase of the fungus، يعني الهايفي هو الأساس، هو الجروينج فيس، هو الطور النمو لأي فطر. فالهايفي شفناها معناها ان في فنجس بينمو، دي اللي هي بنسميها المايكروسكوبيك اكزامينيشن. طبعا ممكن يعملوا كمان ستين باللاكتوفينول كوتون بلو ويشوفوها بالستين بعد ما يعملوا الكو اتش، كمان يعملوا الكالكو فلور ستين، ودي عباره عن فلوريسنت ستين، كمان ممكن يعملوا صبغه الجرام ستين. في نقطه مهمه هنا اللي بنسميها احنا الكو اتش ارتيفاكتس، لان الكو اتش هي في الحقيقه الاساس في التشخيص المبدئي، وممكن يعالج الناس بناء على نتائج الكو اتش. اول امر لابد يعني اي كونتامينيشن للسلايد ممكن تظهر هايفي وما هيش هايفي خالص، لكن نتيجه للكونتامينيشن، ولابد هنا تكون عمليه السلايدز ان تكون ستيرايلز، وكل اداه مستخدمه لابد ان تكون ستيرايل. النقطه الثانيه اللي هي الكوتن ثريتس، ساعات ينظفوا الشريحة بكوتن، فتروح يعني خيوط من القطن تظل في الشريحة، فلما نحط الكو اتش ما تتأثرش خيوط القطن هذه خالص، فلما نروح نشوفها تحت الميكروسكوب يهيأ لنا انها هايفي، وهي قضية اللي هي خيط من القطن،
وبالتالي ما تنظفش السلايدز بالكوتن عشان ما تعملش ارتيفاكتس. النقطة الثالثة يسموها فانجس موزيك. الفانجس موزيك ده يحصل ديبوزيشن للكوليسترول كريستالز، ودي تنتج عندما يكون الكو اتش المستخدمة اكسبايرد، فبالتالي تظهر دي يحصل لها ديبوزيشن وتظهر كأنها هايفي زي ما انتم شايفين. فدي ننتبه من الارتيفاكتس عشان لما نروح نشوف اي حاجة هايفي نقول فعلا هايفي حقيقية وليست اللي هي الارتيفاكتس. طيب بعد كده نعمل الكالشر او الكالتيفيشن، نعمل على السبرود اجار، في اذر طبعا اجار لكن السبرود اجار هو المشهور، والسبرود ده بيكون فيه السايكلوهكسامايد عشان نعمل انهبت للسابروفيتك فانجاي، وبيكون فيه كلورفينيكول عشان نعمل انهبت للبكتيريا، وبنخليه عند 25 درجة مئوية لمدة اسبوعين. بعد اسبوعين دي نروح نعمل كلونال مورفولوجي. الكلونال مورفولوجي ده مهم جدا ان احنا نشوف في الطبق، نشوف السيرفس حق الطبق ونشوف الريفرس واللي هو خلف الطبق، لانه مهم جدا. احنا زي ما اتفقنا اول ما تنمو قضية اللي هو الفيجيتيتف فانجاي وبعدها تنمو عملية الهايفي، فحيكون في لون في السيرفس ولون في الريفرس. طيب تعالوا هنا اضرب مثال، مثلا لما تكون ترايكوفايتون مانتاجروفايتس، شايفين كيف في السيرفس حيكون عملية شكلها كريمي ان كلر وشكلها كمان باودر وجرانيولز، هذه في السيرفس. لما تيجي نشوف من الطبق من الريفرس نشوفها يلو براون الى ريدش براون، دي في الريفرس. تعال نشوف مثلا المايكروسبوريوم كانس، المايكروسبوريوم كانس الطبق اللي السيرفس حنشوفه وايت كوتني سيرفس زي ما انتم شايفين، والخلف الريفرس خلف الطبق او ظهر الطبق حنشوفه اللي هو ديب يلو. بالنسبه كمان للابيديرم فايتون فيلوكوسم بنشوفه زي ما انتم شايفين السيرفس بنشوفه براون الى كاكي كلرد سيرفس والديب يلو ريفرس. طيب الان عاوزين نعمل ايدنتيفيكيشن، الان حصل جروث على السبرود اجار، عاوزين نشوف الان الماكروسكوبيك اكزيمينيشن من الكولوني. هنا في الكولوني بنروح بنصبغها الكولوني باللاكتوفينول كوتون بلو، ونشوف المايكروكونيديا اللي هي قلنا عليها سمول يوني سيلر، ونشوف الماكروكونيديا اللي هي مالتي سيلر. طبعا النقطة المهمة هنا ليش؟ لأنه ترايكوفايتون معنا 24 سبيشيز، والمايكروسبوريوم معنا 16 سبيشيز، والإبيديرموفايتون في معنا 2 سبيشيز. يعني أنا عشان أشخص السبيشيز لابد إني أعمل الكلشر أو أعمل حتى الجينيتكس الموليكولر، حتكلم عليها بعد شوية. لكن نقطة مهمة جدا، الكو اتش كافي إن احنا نقول إن في فانجس انفكشن، لكن عشان نحدد السبيشيز بالضبط لابد نعمل الكلشر أو نعمل الموليكولر. طيب الان تعالوا نضرب مثال، هذه تينيا كاربورس، زي ما قلنا تينيا كاربورس بتصيب الابدومن او بتصيب اللي هي الشيست، فذي تينيا كاربورس اخذنا منها عينه سكرابينج سكن سكرابينج وزرعناها، طلع السيرفس على مثلا السبرود اجار طلع وايت تو كريمي وشكله شكل باودر مع جرانولر، طلع خلف الطبق يلو براون. طيب احنا عاوزين نتاكد كمان، نروح ناخذ من الكولوني ونعمل اللي هي اللاكتوفينول كوتون بلو، فطلع لنا كده طلع كلاستر مايكروكونيديا مع الماكروكونيديا، شايفين نقط صغار صغار صغار، دي هي المايكروكونيديا وفي ماكروكونيديا اللي هي الكبيره وكمان فيها كلاميديوسبور، دي كاركترستيك تماما للترايكوفايتون مانتاجروفايتس. طيب تعالوا ناخذ مثال اخر، دي تينيا كاربورس اخذناها زرعناها على طبق طلع شكله وايت تو كريمي، هذا في السيرفس، وفي الريفرس طلع يلو براون حتى الى شكله تو واين ريد. لما رحنا عملنا كولونيوز عملنا الكو اتش طلع بالشكل ده، طلع تير دروب مايكروكونيديا. لما نشوف تير دروب مايكروكونيديا دي كاركترستيك للترايكوفايتو الربرم. المثال الثالث مثلا دي تينيا كوربورس اخذنا منها سكن سكرابينج وزرعناها على السبرود اجار طلع يلو تو اورجان برو، وطلع هنا في لو ما عملنا
اللاكتوفينول كوتن بلو طلع كلاميديو سبور وما فيش ماكروكليديا خالص، وشكل الكلاميديو سبور زي الثريات كده. دي كاركترستيك تماما للترايكوفايتون، للترايكوفايتون شلونيائي. طيب اخر مثال اللي هو التينيا كاربوريس، طلع شكلها طبعا هنا وايت كريمي وهنا يلو في الريفرس، وطلعت لو ما اخذنا كولوني وصبغناها باللاكتوفينول كوتن بلو طلعت هنا سبندل شيب وبوينتد. نقطة مهمة قضية البوينتد، والخلايا لو منعدها من 5 إلى 15 في السبندل شيب ده. دي كاركترستيك تماما للمايكوبلازما آسف للمايكوسبوريوم كانس. وهنا قضية السبندل شيب مع البوينتد هي اللي بتقولنا دي المايكوسبوريوم كانس. باقي هذا المثال اللي هي تينيا كاربوريس، اخذناها هنا بتكون وايت الى كريمي والريفرس بيكون يلو، وزرعناها وعملنا من الكولوني كو اتش باللاكتوفينول، صبغناها باللاكتوفينول كوتن بلو، وطلع لنا هنا الراوند ما هيش بوينتد بالنسبة للماكرو كانيديا. هنا كاركترستيك للمايكوسبوريوم جيبسيوم. النقطة التي بعدها في الإبيدرموفايتون دي مثلا ترايكوفايتون اللي هي تينيا كوربوريس، طلع شكلها البراون وكمان الريفرس ديب يلو، وطلعت شكل الماكرو كانيديا بير شيبت. إذا الماكرو بير شيبت أو كلاب شيب دي على طول اللي هي الإبيدرموفايتون في اللوكوسا. طيب أنا أؤكد على نقطة مهمة جدا، إن الكو اتش من العينة مباشرة اللي هي 10 إلى 20%، ونشوف الهايفي دي تعتبر دايجنوستيك، لكن عاوز أشخص السبيشيز ويتش تايب أوف، هل هي ويتش تايب أوف ترايكوفايتون أور مايكوسبوريوم، لابد إن نعمل الكلشر أو حتى نعمل الجينيتكس اللي حقول عليها بعد شوية. ولا تنسوش قلنا إنه الهايفي ما معناه هايفي، إني أشوف هايفي ما معناها إنه هو is the growing phase of the fungus. طيب الايدنتيفيكيشن في معنى المولكولر تيست، ممكن من الكلشر على طول اخذ بالبي سي ار، والبي سي ار يعمل سبيشيز سبيسيفيك يحدد السبيشيز، او اعمل دي ان اي بروب كمان ممكن نعمل سبيشيز سبيسيفيك. طيب في معنى السيرولوجيكال تيست، السيرولوجيكال تيست في الدرماتوفايت يوزلس، لا معنى لها خالص، لان الانفكشن اساسا سوبرفيشال، فما فيش هنا ما فيش معنى للانتي للسيرولوجيكال تيست على الاطلاق. طيب كيف نعمل تريتمنت؟ نعمل التريتمنت كالاتي، في معنى التوبيكال اللي هو المايكونيزول يستخدم كل الدرماتوفايتس، وفي معنى في الدرماتوفايتس نستخدم اورال اللي هو الجريزوفالفين او تربانيفين يستخدم كمان في الدرماتوفايتس، وحنقول ان شاء الله لما نتكلم على كل واحده على حده متى يستخدم. هذا اكسرسايز لكم. الان ترايكو التينيا كاربوريس طلع طبعا في طبق اسمه بوتيتو ديكستروز اجار، طلع شكله الوايت كريمي والريفرس شكله يلو، ولو ما عملنا لاكتوفيلول كيتون بلو طلع بوينتد وسبندل شيب، اكيد دي بالتاكيد دي حتكون مايكوسبوريوم كانس. طيب الاكسرسايز الثاني، هذه التينيا كابيتيز اخذنا منها وزرعنا كالشار، طلع هنا في الطبقه الاولى في السيرفس اللي هو الوايت وفي الريفرس اليلو، وطلعت اللاكتوفينول كوتون بلو لما اخذنا من الكولوني طلعت راوندد، اذا هذه بالتاكيد المايكوسبوريوم جيبسيوم. مثال اخر دي تينيا كروريس بتوين الجروين، فطلع هنا على الطبق شكل الباودر، وفي النهايه الريفرس شكله كمان شكله مايل الى الاحمرار او ريدنس، وطلعت الماكرو كانيديا وماكرو كانيديا، يعني ماكرو كانيديا طلعت بشكل كلاستر، وكمان في معنى ماكرو كانيديا وفيها كلاميديو سبور، هنا بالتاكيد تراكوفايتون مانتاغروفايتس. تينيا انجم اللي بتصيب النيل، طلعت هنا زي ما انتم شايفين في الطبق وايت كريمي، وهنا واين ريد تقريبا شكلها، لو ما رحنا نزرع نعمل اللاكتوفينول كوتون بلو طلعت هنا كاركترستيك اللي هي تير مايكرو كونيديا، ودي قلنا ترايكوفايتون ربرم. التينيا بيديس دي اللي بتكون بتوين التويز، طلعت على السيرفس بهذا الشكل اللي هو شكل الى حد ما الوايت براون، وطلع الريفرس كمان يلو تقريبا،
اللاكتوفينول كوتون بلو عملناها طلعت زي البير شيبد اور كلاب شيبد، دي اكيد اللي هي ابيدرموفايتم فاللوكوسم. طيب الان السؤال اكسرسايز، ستينيا انجيوم كوزد باي مايكروسبوريوم كانس، مايكروسبوريوم اودوني، مايكروسبوريوم جيبسيوم، ترايكوفايتون ربرم. بالتاكيد ترايكوفايتون ربرم، وقلنا ان الانجيوم ما تنصابش بالمايكروسبوريوم، او للاسف النيل ما يحصلش اصابه بالمايكروسبوريوم، لا تصيب النيل، فبالتالي ما فيش تينيا انجيوم بالمايكروسبوريوم. طيب تينيا كابيتيز كوزد باي ابيدرموفايتون فيلوكوسم، ابيدرموفايتون ان جنرال، المايكروسبوريوم كانس. بالتاكيد مايكروسبوريوم كانس، لانه في التينيا كابيتيز ما فيش اللي هي الابيدرموفايتون بتصيب التينيا، بتصيب السكال. كنت معكم فيما مضى في محاضرة الدرماتوفايت، شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.